الناقد الرياضي محمد الباز موجود في المانيا عبر زوم، هيكون معانا. بنمس عليك، مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير على حضرتك واسامه، اهلا وسهلا. منورنا طبعا، وانت مش غريب على برنامج المحترف وعلى قناه النادي الاهلي، وجودك دلوقتي كمان في المانيا مهم جدا علشان نعرف ردود الافعال. زي ما بنتكلم واتكلمت مع استاذ محسن طبعا لملوم الناقد الصحفي الكبير ومختص بالكره العالميه، بنتكلم على مفاجآت الشامبيونز ليج، منها نمره واحد تكلمنا عن خروج دورتموند طبعا واحتلالها المركز الثالث كمان على مستوى فولسبورج، واعتقد انت كنت حاضر مباراه فولسبورج امبارح. كلمنا عن طبعا اجواء الشامبيونز ليج في للفرق الالمانيه. بالظبط، يعني احنا لو نبدا الفرق الالمانيه مبدئيا، احنا عندنا اربع فرق المانيه في الشامبيونز ليج لهذا العام، فولسبورج ودورتموند ولايبزيج وبايرن ميونخ. امبارح طبعا كانت في اجواء ساخنه في مجموعه فولسبورج. فولسبورج كان امامه فرصه ذهبيه كابتن هاني ان هو يتصدر المجموعه ويفوز على ليل، ولكن اضاع الفوز بطريقه يعني مش عارفين. كل الجمهور اللي كان حاضر، هو كان جمهور قليل جدا بسبب ظروف كورونا، تم منع دخول الجمهور حتى في مباراه بايرن ميونخ وبرشلونه هنتكلم عليها. ولكن سريعا، فولسبورج امبارح كان امامه فرصه ذهبيه امام ليل، خسر امبارح 3-0 من ليل، وكانت هزيمه ثقيله. كان امبارح اي فوز لفولسبورج كان هيتصدر المجموعه ويصعد للدور ال 16. فولسبورج بيعاني في الفتره الاخيره، عنده هزيمتين في الدوري الالماني، هزيمه من دورتموند 3-1، ثم هزيمه من ماينز الالماني في الدوري في البوندسليغا 3-0. امبارح طبعا ليل كان المعنويات مرتفعه عند ليل كان داخل رغم طبعا تعثره في الدوري الفرنسي، زي ما احنا عارفين بيحتل دلوقتي المركز ال 11 في الدوري الفرنسي بعد ما كان هو بطل الموسم السابق. ليل كان دخل المباراه امبارح بعد اثنين فوز مهمين بالنسبه له في الدوري الفرنسي، كان رافع معنوياته امام فولسبورج وفاز، استطاع الفوز على فولسبورج. كان قبل هذه المباراه كنا بنشاهد ايضا مباراه للشباب في نفس الشامبيونز ليج للشباب، ونفس المجموعه كانت برضو بتشمل فولسبورج وليل، وكانت مباراه امبارح فاز برضو فريق ليل على فولسبورج 3-0، وكانت هو كان من الواضح ان ما كانتش ليله فولسبورج. يعني طبعا فولسبورج كمان كان عنده فرصه ذهبيه، لكن المفاجاه الكبيره كمان يا محمد دورتموند، مع وجود طبعا دورتموند وكان كل الناس بتتوقع ان دورتموند هو في الصداره او على اقل تقدير في المركز الثاني، لكن دورتموند يخسر مكانه في الشامبيونز ليج. ولكن بالظبط، يعني هو خسر مكانه للاسف، خرج من الشامبيونز ليج وضمن مقعد في اليوروبا ليج، هو ولايبزيج هم دول الفرقتين الالمان اللي هيكملوا في اليوروبا ليج، غير فولسبورج خرج من الفرصتين سواء كان من الشامبيونز ليج او من اليوروبا ليج. دورتموند كابتن هاني يعني مش محظوظ هذا العام، ودي كانت المفاجاه في مجموعته فعلا. دورتموند من الجوله الثالثه وهو بيعاني، يعني كان عنده كثرة غيابات، غاب عنه طبعا المهاجم الداهية هالاند لفترات طويلة منذ الجولة الثالثة. في المباراة أمام أياكس كان في طرد لهوملز، طرد كان غريب وكان مبكر في المباراة، أدت لخسارة كبيرة أمام أياكس أمستردام. طبعا دورتموند بيعاني في الشامبيونز ليج، ولكنه ضمن مقعد في اليوروبا ليج، ودلوقتي هو بيحتل المركز الثاني في البوندسليغا بعد بايرن ميونخ. اما لايبزيج طبعا كانت مباراه قويه جدا امام المان سيتي، ولكن الدور لايبزيج السهوله معاه واللي ساعده اكتر في الصعود لليوروبا ليج ان هو في مباراه الثانيه في نفس المجموعه باريس سان جيرمان كان بيلعب امام كلوب روجا كابتناني، وفي اول 7 دقائق باريس سان جيرمان احرز هدفين، وده طبعا ادى الفرصه الكبيره للايبزيج ان هو يعني يضمن مقعد في اليوروبا ليج بعد اول 7 دقائق بهدفين لباريس سان جيرمان على حساب كلوب روج. ولكن لايبزيج تماسك المباراه، المعنويات ارتفعت، التركيز ارتفع اكتر، واستطاع الفوز على مان سيتي ب 2-1. المباراه اللي كانت مفاجاه جدا لخساره المان سيتي هنا في المانيا امام لايبزيج.
كده لايبزيج ودورتموند صعدوا في اليوروبا ليج، طبعا معاهم زي ما احنا عارفين برشلونه واتلتيكو مدريد، والمفاجاه زي ما حضراتكم قلتوا دلوقتي مع الاستاذ لملوم دلوقتي شرحته كانت مفاجاه كبيره جدا. تشيلسي يعني دلوقتي بيصعد في المرتبه الثانيه، وقد يواجه طبعا بايرن ميونخ او ليفربول، وهتكون مباريات طبعا محمد كنت عايز اسالك يا محمد كنت عايز اسالك طبعا عن مباراه البايرن وبرشلونه. طبعا المباراه كانت من غير جماهير، لكن عايز اعرف منك ردود الافعال على حتى على مستوى النقاد، على مستوى الصحافه الالمانيه، قالت ايه عن البايرن، وقالت ايه كمان عن خروج برشلونه بعد 20 سنه من تواجده في دور المجموعات في الشامبيونز ليج، بيخرج وبهزيمه كمان، اعتقد هزيمه 3-0 مع الرافه زي ما بيقولوا كده في الكوره. كان البايرن قادر انه يعني ينهي المباراه بخماسيه او سداسيه كمان. صحيح، يعني احنا لو بنتكلم على مواجهات البرشلونه وبايرن ميونخ، لم تفز برشلونه على بايرن ميونخ على الفريق البافاري في اليانز ارينا في طول المشوار او طول في مدار على مدار التاريخ لم يكن هناك اي فوز ليهم. واجهوا بعض كابتن هاني طبعا تقريبا في مباراه الامس 13 مواجهه فاز فيهم الفريق البافاري في 9 مباريات، وتعادل في لقاءين وخسر لقاءين، وكان طبعا الفرص الاكبر لبايرن ميونخ. امبارح كانت الاجواء كانت هنا ساخنه في اخر يومين قبل اللقاء، طبعا تحدثت الصحافه الالمانيه وخصوصا صحيفه بيلد زي ما قلنا، هل سيتساهل، هل سيكون لطيفا ناجلسمان، ام سيكون هناك روح رياضيه. الروح الرياضيه دي كانوا بيقصدوا بيها مباراه بنفيكا، لان بايرن ميونخ امام بنفيكا رايح جاي، فاز على بنفيكا رايح جاي، فده معناه لو اتساهل امام برشلونه فكان سيكون بعض الظلم لبنفيكا. البايرن ما عندوش احتواء يا محمد، البايرن ما عندوش ما بيحتويش. بالظبط، البايرن ميونخ لا يرحم، لا يعرف مصطلح الاحتواء او التساهل. ناجلسمان كان عنده هدف اسمى وهو الفوز بالعلامه الكامله 18 نقطه زيه زي ليفربول واياكس، يعني وهو ده كان الهدف الاول. ثم الهدف الثاني زي ما تكلمت الصحافه الالمانيه انه يسعى للحصول على المبلغ المالي اللي هو 2.8 مليون يورو في اي فوز في اي مباراه في الشامبيونز ليج، كان مبلغ مهم جدا على في ظل غياب الجمهور، بعد ما يعني عايز اقول لحضرتك كان وصل ل 70% حجز التذاكر لحضور المباراه، كانت المباراه المرتقبه بالامس، ولكن بظروف كورونا والقوانين اللي اصدروها في خلال اخر 3 ايام تم قفل المباريات وغلق اماكن كثيره ومنع الجمهور، فكان الحافز الثاني بعد الصعود بالعلامه الكامله هو الحصول على المبلغ. طبعا ناجلسمان امبارح بدا بطريقه 4-1-4-1، كان عنده كومان وساني الطيارين الاجنحه اللي اعتمد عليهم امبارح في ظل غياب كيميش وجوريتسكا، الارتكاز اللعيبه البوكس تو بوكس، الارتكاز طبعا المانشافت الالماني والفريق البافاري كان بيعتمد عليهم طبعا ناجلسمان بشكل كبير رغم الغياب العناصر المهمه. طبعا مع جنابري كان غايب ايضا للاصابه، والنهارده في الصحافه الالمانيه تحدثوا ان كيميش قد تطول فتره غيابه لانه طلع عنده بعض المشاكل في الرئه، وقد لا يكمل المباريات القادمه حتى يقال حتى منتصف شهر يناير القادم، نتمنى له الشفاء. رغم كل هذه الغيابات دخل طبعا الفريق البافاري بقوه كبيره، وخصوصا بعد البالون دور وعدم تدويج ليفاندوسكي زي ما احنا عارفين كان عنده شهيه مفتوحه ان هو يثبت ان هو يستحق، وان هو ايضا يستحق افضل او لقب افضل مهاجم في العالم. ليفاندوسكي طب لم يوفق امبارح بالامس، ولكن زي ما انت عارف يا كابتن هاني مولر كعبه عالي جدا على برشلونه. عايز اقول لك احصائيه سريعه كده، مولر واجه برشلونه في 7 لقاءات قبل لقاء الامس احرز فيهم 8 اهداف، يعني 8 اهداف و2 اسيست كمان، واثنين اسيست، يعني مولر كعبه عالي جدا على برشلونه سواء كان في هناك في اسبانيا او هنا في الاليانز ارينا. عملوا مباراه طبعا قويه، فريق لا يرحم لا يعرف معنى التساهل او التعاطف، كان الله في عونه طبعا تشافي في الفتره المقبله، ولكن وجود برشلونه عايز اقول لحضرتك على سبيل الفكاهه هنا تداولت الصحافه الالمانيه بعض الفكاهه يعني على سبيل الدعابه، انت خلاص برشلونه هربت مننا وراحت اليوروبا ليج، يا عالم ممكن تكسب هي اليوروبا ليج وبايرن ميونخ يكسب الشامبيونز ليج ونتقابل في السوبر الاوروبي.
صحيح طبعا فهتروحوا مننا فين؟ طبعا طبعا يعني خلاص يعني كمان انا على المستوى الشخصي طبعا، وعارف كمان على مستوى النقاد الرياضيين في العالم كله، يعتبر بايرن ميونخ من اقوى المرشحين للحصول على هذه البطوله بشكل كبير جدا. محمد الباز يعني الناقد الرياضي ومراسلنا دلوقتي كمان في المانيا، بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد.